على بركة الله نستعين. متابعينا الكرام، انطلق الشوط الرئيسي الأول للأبكار. المفاريد وألف ومئتين متر هي المسافة متابعينا الكرام، معاهن الرقص، معاهن المتعة، معاهن الأثار. والمركز الأول في هذه اللحظات حماس للسيد حمد بن راشد بالدعبة المري. متابعينا الأعزاء، النقل التالي، شوفوا لي وين، شوفوا لي وين الواصلة. عبد الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي، راعي رماسة، راعي رماسة، من سجل التوقيت الخيالي في تحفة الميادين في المرموم. ولكن أيضا هنا راعي رماسة مع الفايزة علي بن جابر بن حسين البريدي. يا سلام، الجانب الثاني نتابع هنا الشاهينية القريبة، سعد بن علي بن سعيد بن حلفان، ولكن بن حلفان قادم. ولكن نعود مع الواصلة، عبد الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. والشوط الرئيسي ياهو شوط، ياهي معركة، ياهو رقص شحاني في أرضية المفاريد، في أرضية المفاريد وانطلاقة المفاريد ودورة المفاريد. وهنا متابعينا الكرام القضيبة، القضيبة علي بن سعيد بن حلفان المري. أيضا هنا الواصلة، عبد الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. وأيضا هناك من الجانب الآخر حماس حمد بن راشد الدعبة. الله، المعركة طاحنة. الشوط الرئيسي لمن؟ الشوط الرئيسي لمن؟ تهارينا نزفها من أعماق قلوبنا للسيد علي بن سعيد بن حلفان المري على فوز القضيبة بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت به الواصلة، عبد الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الثالث، المركز الثالث مياسة لسالم بن حمد الدعباء. المركز الرابع جاءت فيه حماس للسيد حمد بن راشد الدعباء المري، تهانينا والناموس. المركز الخامس خطيرة لعبد الله بن عبد الهادي بن حسين البريدي، تهانينا والناموس للسيد علي بن سعيد.